افتتحت صباح اليوم وزارة الصحة العامة ورشة المصادقة على الخطة الوطنية للتنمية الصحية. ترأس الأعمال أمين العام بوزارة الصحة العامة عز الدين الأمين والمزيد عن هذه الورشة. ضمان حصول السكان على العلاج النوعي الشامل والمتكامل من أجل المساهمة الفعلية في مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة هو الهدف العام للورشة الخاصة بالمصادقة على الخطة الوطنية للتنمية الصحية المرحلة الثالثة، حيث استهلت أعمال الورشة بكلمة ممثل منظمة الصحة العالمية بتشاد جان بوسكو الذي قال إن الخطة الوطنية للتنمية الصحية هي استراتيجية موجهة لتسهيل ومتابعة التنفيذ العملي للسياسة الوطنية الخاصة بالصحة 2016-2030 من أجل توفير الخدمات الصحية وتحسين استراتيجيات حماية المواطنين عبر آليات ووسائل المتابعة والتقييم. واستطرد بأن ورشة المصادقة هذه تؤكد رغبة الحكومة الجادة وسياساتها في إطار الحوار الدائم مع الفاعلين في القطاع الخاص من أجل التغطية الصحية الشاملة واحتواء كافة المشاكل التي تواجه السكان في هذا الإطار. الأمين العام لوزارة الصحة العامة الدكتور حامد جبر لدى افتتاحه لفعاليات الورشة أبرز بأن الهدف منها هو اعتماد الخطة الوطنية للتنمية الصحية المرحلة الثالثة وخطة متابعة تقييم السياسات الوطنية للصحة، وأن المعنيين يريدون من خلال هذا التبادل والنقاش إشراك الفاعلين في المؤسسات الأخرى لتقديم ملاحظاتهم الأخيرة قبل شروع العمل بالمشروع. هذا واختتمت الورشة بعرض التقرير الخاص بالخطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة ما بين 2018 وحتى 2021. قام رئيس شبكة الصحفيين التشاديين من أجل تطوير الرياضة في تشاد آدم مانغانا آدم برفقة عدد من أعضاء الشبكة بزيارة إلى بعض من المدارس الابتدائية والثانوية بهدف تقديم رسالة الحملة التوعوية للتلاميذ المدارس حول احترام المعلمين ونبذ العنف المدرسي. عبد الله هارون. شبكة الصحفيين التشاديين من أجل تطوير الرياضة في تشاد تواصل حملاتها التوعوية في مختلف المدارس داخل العاصمة، وذلك بهدف تقديم الرسالة التوعوية للتلاميذ حول ترك العنف واحترام المعلم الذي يعد الأب الثاني في العملية التربوية. وعلى هذا الأساس قامت الشبكة هذه المرة بالتعاون مع سلطات الدائرة الثامنة بزيارة إلى مدرستي ابتدائية الدجيل الشرقي وثانوية الدجيل المركزي لتقديم الرسالة التوعوية وتشجيع المعلمين. جمعنا اللي مشوا كنتوا بس قالوا الله تعالى عشان قرينا سمينا كلام عن عبارنا القديم قرينا خلاص بيجينا قالوا أنينا بكر عمنا وأننا نعرفوا أنتوا كلوا كدر 10 سنة قدام ده أننا نكربوا أساي وأنتوا بس تشتريونا عشان ده بيجينا نروك ولا تجدوا تداوسوا ولا ده يجوك هذا ولا ده يأير هذا نفر هذا ولا ده تجي تجري بالشغل كما فيهم ترى ترفع يدنا المتر أنا بكر مشي لا أنا ما فيهم ترى. فيما أشادت أمدد بلدية الدائرة الثامنة فاطمة عبد الله يحيى على جهود الشبكة وعملها الوطني تجاه التلاميذ. رزنا هنا الريزو ده أنا الشبكة ده قال أم باكر ده أنتوا بس تقوا مسنا أنينا صح أنتوا يوم تقروا ده ما عشان تدوروا فايدة ولا ليه ساكت أنا جاهكو ده أمسكوا أسري أديل ما تخلوا يفوت يخلوكم أنا نقول يعني شولوا نية كل شيء بدور نية دولة ما قصرت الدولة ما قصرت لي أمالا البريزدان دي لاريبيبيك سوى قدرتا وأنينا كله خلي نرفوت دي فيه. هذا وننوي بأن شبكة الصحفيين التشاديين من أجل تطوير الرياضة في تشاد تواصل حملتها التوعوية المتبقية في كافة الأراضي الوطنية. وإلى اختتام الورشة الخاصة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المجاعة في تشاد بحضور عدد من الخبراء في مجال التغذية، محمد عثمان بشير والمزيد عن هذه الورشة. بعد يومين من الدراسة والتعميق في المشروع المبدئي للاستراتيجية الوطنية من أجل إنهاء المجاعة في تشاد عند مطلع العام 2030، وقد اعتمد المشاركون من الخبراء والفنيين في مجالات التغذية والأمن الغذائي على المشروع بشكل نهائي، حيث قد كانت نظمت هذه الورشة من قبل وزارة الإنتاج والري والمستلزمات الزراعية بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي. ويتضمن هذا المشروع أهم ما يجب القيام به من أجل إنهاء المجاعة في تشاد مثل ضرورة تنمية العالم الريفي وتطوير قطاعي الزراعة
الثروة الحيوانية وكذا توفير الأمن الغذائي في كافة الأراضي الوطنية. وطلب المشاركون أيضا مختلف شركاء البلاد المساهمة في تحسين حياة المجتمع وتنفيذ هذه الاستراتيجية بطريقة جيدة. وبهذا الخصوص فقد أكد أمين الدولة في زراعة داندي لاوبيلي دي ماي بأن وزارته ستسعى جاهدة إلى تنفيذ جميع تلك النتائج والتوصيات التي توصل إليها المشاركون حتى تكون البلاد خالية من مشكلة المجاعة. إذن وبذلك فإنه قد أصبح للبلاد مشروع عمل واضح ومتكامل لإنهاء المجاعة بشكل كامل عند مطلع العام 2030. افتتح صباح اليوم أعمال الورشة التأهيلية التي نظمتها مفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في البرنامج الوطني من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية. إشراق عبد الله. مواهب وطموحات وأحلام متعددة اكتشفتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من خلال هذه الورشة التي نظمتها لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهم في البرنامج الوطني من أجل تحسين أوضاع اللاجئين. وعلى هذا المنوال تحدث ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إدوار بأن التعاون القائم بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومة الجادية التي سمحت إدخال برنامج الدراسة الوطنية في مدارس اللاجئين وكذا استقبالهم للدراسة. أما ممثلة وزيرة المرأة وحماية الطفولة موديل باي أبولين أكدت بأن الحكومة عبر وزارة المرأة سوف تسعى جاهدة في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتوفير كل سبل الراحة لهم بشكل أمثل، مؤكدة بأن الورشة تسمح للمشاركين تناول جميع المواضيع المتعلقة بدمج اللاجئين لا سيما الأشخاص المعاقين، طالبا من المشاركين الاهتمام بالمعلومات التي يتلقونها خلال الورشة بقية تطبيقها على أرض الواقع.